زين اقول لكم على اساس انه بالاظهر من الساعه ترين لين ادى الظهر ادى عاد وصلينا وعينا من الله خير والمشكله اني وعام ما تريقت يعان اليوم عليه الدنيا كلها فيا الحين شو بسوي؟ الحين عاد بخطف الشارع هذا اللي خطفنا البارحه سالي ترى مسايرين جدا على فرعون يلا سالي المتحف المصري وياي الجماعه هذه هذا الاخ محسن وهذا الشاب ما شاء الله عليه احمد يعني الله يحفظه يبارك فيه يطول بعمره وهذا تحيدونها خير ان شاء الله ورفعت الحاجب ليش؟ كرهت يا مكروه شيء طبيعي ما شاء الله فندق فنان اليوم ويدق بكبره وهذه خلق الله ما خلق فيه يلا نرمس وياكم ان شاء الله خلاص دوم الفندق اصلا فنان كل ما فيه فنان 24 ساعه واحب بنسير كل مشي وكل سياراتنا وياياتنا تكون مشي اذا الله تعالى يلا بنرمس حاليا دخلنا عاده وين هاي مو ورا فندقنا هاي جاردن سيتي منطقه جاردن سيتي وانت تمشي تشوف الدنيا اللي عمرها هالبنيان الاولي على ما تشوف لكم وين حيها لا البنيان ايه اقول لكم شوف هالبنيانهم الاولي شيء جميل وهاي تشوفونه اخبركم عنه لازم ينصبغ ابيض كل هالدنيا صابغه اشياء بيضاء هذا عاد مسوي له ترميم هو البنيان الاولي كم رممينه صابغينه هذا مثلا مش معدل على عمل بحره البنيان الاولي فتام لين الحين بهالطريقه لكن شيء جميل شيء يعني وايد 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 فنان يعني ما شو على ما تشوفون هذه مصر اللي بيتمشيها يتمشى فيها الاماكن هذه مصر ام الدنيا وشوفوا ها شو اللي هناك هذه يا ابوكم مصر هذه مصر ما زين ما زين هواها ما زين جوها وما زين كل شيء فيها اقول لكم فلذلك حاليا انا اليوع ليه في الدنيا كلها فيا ومشوار شو اسمه شارع محسن شارع اللي سارين له؟ شارع القصر العيني شارع القصر العيني هذا بنا قبضه لين اخره لين نوصل الله يسلمكم المتحف متحف مصر وبنسير بنشوف فرعون وقطعانه وقبل ما نسير بنتعشى بنتريق هو الحين عباره ريوق هذا سندويتش فلافل وشياتة يلا كاتب لنا ناكل نصيبنا ونحن قرجين اقول لكم اشياء من المعماريه هذا كل القديم هذا ممنوع حد يحرك فيه ساكن ان حد حرك فيه ساكن قصفه واجله شوف ما زين شوف زين هذا على البنيان متى؟ يوم قبل 300 400 سنه عز اقول لكم خطف عز خطف ما خطف على حد عند الله علينا ما تنبوي الخياطات اظهر انا ابوي الله يعزكم الضراطات اي والله الحمد لله على كل حال الحين ابوي اول بادي بنخف على راعي البود بناكلنا ابوي على سندويش على الكبير تصبيره لين من عقب المتحف نصير عندنا ناكل وجبتنا الرئيسيه اللي على الساعه 6 ونص او 7 وخلاص بنطالع وين الله بيودينا بنصور اظن اليوم بنجي للحسين وجدة قهوة أم كلثوم الأماكن هاي القديمة يعني لكن اللي داخل ما بجدل في شاوي وقطعانه لا جدل حسين من داخل في نص وين الصناعية والصفافير والأمور هذه يعني إذا الله راد الله عاد الحين من عقب ما خلص مال السندويتش وهذا بنرد نرمسكم الحين تدرون شو اللي سوى؟ صرنا هازم طريقنا خري مري سألت أقول له محسن حينه تعال يا تعال يا تعال يا كم حيك اتخبر اقول له محسن حينه مال الفول على اليمين ولا على اليسار قال لا على اليمين على اليمين على فين؟ على الطول ادرك على اليمين اخطف ها؟ ادرك على اليمين انزين قدام على الشمال شيء قلت ما شيء ما في ادرك مش عارف انت انت مش عارف ادرك شيء ما في انزين طلع ابوي كل كذب انا يا ابوك ما توب عن كذبهم ما توب مفروض انهم يقول لي يمين اسير يسار يقول لي يسار اسير يمين لكن شو اسوي عاد يا يزيلي منو بيروم يقهر لساني غير هالنمونه هوادم ما يقهر ريبوي الا اللي هالنمونه وامثاله اي نعم يا شو بيبي واحد هالنمونه بيلف ارمسك بروفيسور واحد هالنمونه بسولف اضحك وياه دردش يقهرني واقهره هيلك انا ليه بيي
لازم ابوي يحط على كبده يوني منسوره كنكري عسبي رمي يتعامل، لان صعب التعامل مع هالفصيله. البلاد فيها ابوي من عالي ودان وزين وشين حاله مثل اي بلاد، يا غير انا يجوز الفصيله هذه. والفصيله هذه على الله يسلمكم يبالها حد يكون بروفيشنال ضاري على اللي هنمونه، وانا عاد ضاري عليهم اكثر من 35 سنة. تعالوا انا قال لكم بحط لكم عندي صوره اهليه في مصر من يوم انا عمري اظني 13 لو 14 سنه. هي والله في شارع ابو الفدا بحط لكم اياها بعد شويه ان شاء الله اني ما انسى. يعني مين يا محسن بتكلم؟ مين علي؟ ماله ما اقول له خليه يستني عند باب المتحف. يقول لك الطلعه حق مليك خلاص يا اخي. بقول لك عند ويت ان شاء الله. وصلنا هذا فوار السلطان. يلا يلا شو تبون احمد؟ تمشي في مصر تمشي شارع هذا عادي تسمع الهرانات والزعيد لكن يوم الصد فوق طالع من الصد فوق ها شوف البريان، شوف العز اللي خطف على ناس سكنوا في هالمكان، سكنوا في البنيان هذا، سكنوا في هالاماكن. يعني تحس انك جالس في مكان كله رقي. شوف يعني البنيان الاولي هذا قبل 200-300 سنه هالنمونه. هاي وقفتنا عند هاي التاوه صهوار ووقافي الاكل وانت ماشي. هاي حياه مصر، كل شيء ولا شيء، المطعم والمكان هذا كل شيء، مكان شمال على ماشي ولا شيء، وتخط على راعي قصب وتاكل عند تشرب عنده عصير بعد شيء، والحمد لله رب العالمين. يلا ايش رايك يا محسن؟ يا راجل محسسني كانك اول مره بتاكل طعميه. اقول لكم طلبي عباره عن شو؟ ثلاثه في واحد، ما باثنين في واحد، ثلاثه في واحد. فول وطعمية وبيض، ثلاثة في سندويش واحد، يعني كل شيء شوي شوي شوي. كان فينا جنازة يعني حطهم راهي متعد، يعني حطهم راهي تدخل عند اللي داخل اللي يسنع هذا وترش رشتن زينة وتقول هلا هلا فيه وتعطيه وتكرمه هو والعمال اللي داخل. فهانا شيء ما يعطي معنا حتى 30 درهم ما يوصلن، لكن عندهم يشوفونها شوفه انت هو بس يكلف 10 دراهم، لكن يوم بتعطيهم 20 انت ما يبتر عليك شيء، يا غير يستاهلون شقيله بشحاتين، الشحات ما ترحم حتى باردي حد بعينه، بيزه ما يشوف لا بيز ولا محمديه، انه ما شيء، يا غير تعطي ليه يشتغل هذا هو اللي يستاهل. يدون هذا مجمع التحرير اللي سووا فيه افلام وما ادري شو وقصص وايد استوت عليه مجمع التحرير. مجمع التحرير منو اللي بان انه بهالطراز بهالطريقه؟ الروس. ايام الروس. ها شوفوا هالبنيان اللي تشوفونه، هذا هالبنيان الجميل اللي توني صورته، والبنيان هذاك اللي تشوفونه الطرف الثاني. شو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا مصممينه الاسبان والايطاليان والفرنسيين، فهذا تصميماتهم. والايطالي شو تصميم كيف؟ كانوا المهندسين الملك فاروق يجيبهم من اسبانيا وايطاليا وفرنسا يشتغلون هي كوليه لله درك يا فاروق باشا. اي نعم لله درك يا فاروق باشا، جابهم ابوي كدهم كد البلاء واشتغلوا له بهاي الدنيا. لو عدلوا بلاده ابوي طرقوا. تم تحينها حقها، ربيته الغير صفيت. يقول لك عمر مكرم هذا ابوي عمر مكرم اللي تشوفونه، هو اللي قاد ابوي الدراسه وترتيب الدراسه وشيء اي شيء في تعليم ودراسه جاي ابوي من تحت راس عمر مكرم. ها وهذا التاثير عند الله علينا. يقولون والله السيسي ما سوى شيء، كيف يعني السيسي ما سوى شيء؟ طالعوا الدنيا ايش قالت لك؟ متى من استوى في ميدان التحرير هالنمونه؟ ها هالسطحات وهالدنيا، ها هذا ميدان التحرير، متى بحياته ميدان التحرير وصل الى هالمرحله؟ في اي عهد من العهود؟ ماشي عهود هو؟ اي نعم في اي عهد من العهود. زين متى استوى هالنمونه نظيف؟ ماشي الاول الكشره ليه هني التحرى يا ابوك بنايه علو هالبنايه الكشره ليه موجود هني ايام فلان وعلان وزيد وعبيد وهذا ها
الريتس كارلتون اللي امسات جينا يوم اصور لكم موضي داخله هو ماكلي يغني شو اسمه ربح صقر وما ادري منو لوبيهم والله لوبي اللوبي لوبي ولايتي رقم واحد اللوبي وهذا المتحف المصري كمل شهر كل ما خطفت والله يا خالد ده دي القمعة الأمريكية هاي اسمي قبض اني دهر يقص علي 20 سنة وكل ما خطفنا ها الحين تونا داخلين خلصنا عاد الكيو مال التفتيش وكل شيء خلصنا الكيو مال التفتيش وفتشونا انزين المتحف يا الله يحفظكم المصمم فرنسي المصمم فرنسي هاي تشوف تصميم فرنسي واللي جليل من العرب يعرفون المعلومة هذه ان اول متحف تصميمه منذ انشائه يكون المتحف كل المتاحف الموجودة في الكون موجودة على كان بيت كانت قصر كانت مسرح كانت اي شيء لكن مسرح المتحف المصري هذا هو الوحيد في العالم اللي مبنى على اساس انه متحف واستوى متحف متى انشئ متى نحط حجر الاساس 1897 وانتهى 1901 يعني 116 يعني 116 سنة عمر المكان فيه مسألة متاحف وايد استوت عشرات المتاحف يا غير ما كد استوى متحف عشان يحطون فيه آثار وبآثار آثار وبآثار هذا الوحيد اللي والله لو تبطي من يوم لين باكر لا تبى تطلع ما شاء الله عليك الله يحفظك ايه ما شاء الله عليه طول نص الليل الله يحفظه انزين فهمتوا فهمي ولا انا فهمي يلا عاد بلمس خلاص ابوي حل الامر كله استوى منو بعد قص عليك حد قالك جامعة الامريكية انا مكتب عنك للموصل يا الله يحفظك والله من يوم مرحبا شو اسمك انت ابوي سلطان والله ونعم سلطان انت من هالدبي انا من خور فكان خور زهدك فنان خور فكان فنان يا الله يحفظك يبارك فيك مرحبا 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 هذا ابوي تأسس في عهد منوه الامير عباس حلمي عهد الامير عباس حلمي وهذا الرجال شوفوا حليل هذا راعي خور فكان هتشوفونه قد فنان الله يحييك ويبجيك مرحبا بك سهلا هذا ابوي شعار مصر العليا هاي زهرة اللوتس هذا اللي تشوفونه زهرة اللوتس شعار مصر العليا والشجر البردي هذا البردي شجر اللي يزرعونه يصنعونه من الاوراق الاول هذا شعار مصر السفلى فحين هم يجمعوا السفلى مع العليا في مكان واحد وتحيدون هاي ما اقول لكم العروق مالات الشيره هاي بالسنين يبيعونه في اليابان العروق اسمه لوتس ليفز هذا زين للرجيم يبيعون في كل مكان من اروع ما يكون اذا بتحوم لكن ليفز ما بالورد مالته لا العروق والاوراق يجففونهن وهذه معلومه من زمان اعرفها واستعمله يعني وايد زين لتخفيف الشحوم والدهون وللصحه العام وكل شيء يلا بارك الله فيكم ما بنصور نحن في هالسيد بعدنا دخلنا نحن المتحف ها شوفوا ها دخلنا المتحف يا غير الدور الاولي هذا اهم دور في كل متاحف العالم شو السبب الدور هذا اهم واغلى دور في الكون ليش فيه كل مجوهرات توت عنخ آمون الوحيد اللي ما انسرق سامانه هو توت عنخ آمون ولا الباقي انسرق الثيلثين انسرق 90% 98% 50% 30% لكن هو الوحيد اللي متواجد كنوز كاملة موجود في هالدور على هالأساس أغلى وأثمن دور في جنتي العالم ما بالله في مصر لا في الكون يوم يقول لك مومياء ومومياء هذه أول ما يستوي المومياء بهالطريقة حطوا أبوي داخل هذا اللي تشوفونه وطووه هذا الريال وتشفنوه حطوا على هالنمور حطوا على سامانهم اللي حافظ اللواد 200-300 آلاف السنين حطوا داخل هالصندوق وسكروا عليه بهالطريقة وخلاف تشوفونه مكتب على بطنه وصدره وأطراف ريوله وهذا يقول لقى الهلقروفي الهلق الهلق الهلقريفية زين
هذا على مكتوب عمره ومنو شو يشتغل منو يد منو خوالة منو عمومته منو مناسب يعني. بس مر في ثلاث مراحل اللي صورت لكم إياها. المرحلة الأولى كفنوا وحطوا داخل هاك التابوت اللي شرات صورة بني آدم، وعقب أبوي نشى وحطوا داخل تابوت ثاني هذا على ما تشوفون، بعد يكتبون عليه كل هذا ها على صدر منو خوالة عمومته ما أدري منو منو سحنا منو شد مربنا منو مرضعتنا منو ما أدري شو على هالحالة كلها. إنزين ويصورون خلاص. هاي المرحلة الثالثة. عادة المرحلة الثالثة هذه اللي تشوفونها، هاي المرحلة الثالثة دخلوا داخل هذا 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 واحد بواحد بواحد هذا رقم ثلاثة، وبعد سجلوا على ما تشوفون ها وحصاريج حصاريج منو يجلس شوقل بهالتوابي يعني فقارة عذبوهم عذاب الله يعني ثلاث مراحل لين يوصلون إلى الحجم هذا. هذا يعني ما أدري كم كم ألف طن وزنه إزرائيل ها. شوف كله من حصى. زين أقول لكم الحصى هذا كله من الجرانيت، جرانيت جرانيت والرخام والأشياء هذه والشيء اسمه رزلت أظني رزلت ها بازلت. هذا كله ميوب من بلاد من مصر. ترى مصر من أغنى البلدان في الرخام والجرانيت والأشياء هاي يعني الحصى ما حصى وطحنة الزمان ما بي يعني الحصى يعني التوابيت. كل تابوت منحوت من حصى من الجرانيت يعني اللي أقصده من الجرانيت. سيخري والله تحرير مصري. فأقول لكم كل هالتوابيت مخدومة من الجرانيت. الجرانيت عادة شيء شله الحين تكاسي طول هذراع في ذراع ما تروم تشلها. تابوت هالمثل ما أدري كيف كانوا يشلونه، لكن يوم شلوا الصلابيخ الكبار هاي لكن مالات الهرم بيغلبهم هذا كل واحد. هذا القبر مال منو مال توت عنخ آمون عبارة عن أربع غرف. الأربع غرف هذا ما مرهن يمشي ويمشي هذا الطريق ها خوش صغيروني هباب نفر واحد يخط فيه. وهذا البابي عبارة عن أربع غرف، غرفة غرفتين ثلاث أربع فيها كل اللي يباه وعايش فيه والرفاهية القماش والدنيا والعربان هاش وعربانات من ذهب وبيزات وقشرات كل أغراضه ما شيء حتى السح والعسل واليقط وكل شيء. بعد يقول لك عيب اليقط مال هوش. هي نعم حطوا بالكم يوز انا بتحيدوني احب اللي يقط مال هوش. امسات يوم تعنيت يوم في مكه بين مكه والمدينه خطرت على شيء شركه بترول يبيعون يقط مال هوش مطور يعني خدمه اسر منتجه حيدون صورت لكم اياه. هو بعد يحبه شراتي. تعرفون ليش سووا المدخل هذا ضيق؟ ضيق صغيروني هباب يدخل انسان يلا يلا. لا موخي بعد يقول لك هذا في اسوان موجود هذا التصوير ماله لأن كل شيء محتويات القبر هذا المحتويات كلها اللي داخل ما تروم تظهر بها من المدخل هذا. سووا القبر وعدلوا هذا وبنوا عليه القبر وبنوا عليه الإبال وبنوا عليه الدنيا عسب اللي داخل ما حد يروم يسرقه. هذا الوحيد على فكرة اللي تام الملك. الملوك كلهم انسرقن 63 ملك انسرقن تام. هذا روحه فقير هذا اللي تشوفونه توت عنخ آمون هذا روحه اللي تم موجود وما موجود الحين هني. ها الحين كل محتويات قبره موجوده تحب اصور لكم اياهن يا غير. هو بكبره موجود في وين؟ في اسوان في قبره الحقيقي يا غير. محتويات القبر كلهن يا ابوهن ابوي في متحف جدي مصر. ما تدخل تشوف هاي النواطين الاثنينه هاي موجودين على الباب مال القبر ماله باب قبره هالاثنينه ها ونفس الحجم هذا. وهذا الثاني وهذا بعد الثاني هذا بعد الثاني اثنين مصنوعين منحوتين من خشب وحجب وملبسين رقائق ذهب ونفس حجم الإنسان الطبيعي. هذا يوم يقولك والله هب حد يقول لكم والله لهاك الوقت وقت الفراعنة اللوادم عمالقة وأحجامها كبيرة لا هذا على ما تشوفون شوية هطول عني أنا يا غير. هذا أبوي خصر وعلم وخبر حليلي. الملك أول ما حكم كان عمره 9 سنين ترى توفى أبوه وقبضوه الحكم. هذا كرسيه الأصلي هذا شوفوني صغيروني ترى هذا الكرسي كبر شوية كبر على القيصرية. يقول لك بعد ريوله ما توطل الأرض من يحطونه ممنوع الملك ريوله تسك الأرض. وهاي اللي بينعوله هذاك نعال وهذا نعال الثاني وهذاك قفازه وهذه بوي عاد لعبة الشطرنج
لعبة الشطرنج هاي لين اليوم منها اكتشفوا لعبة الشطرنج، ولين اليوم ما عرفوا كيف يحلون الرموز مالها او كيف اكتشفوا او كيف طريقة لعبهم كانت. هذا حين هو كل حكمة توت عنخ آمون 9 سنين، اول ما قبض الحكم كان عمره 9 وتوفى وعمره 18، حين الكرسي هذا اول تو التهاب عمره اظني سوى 10 سنين تقريبا او 11 سنة. فاول ما يته البطرة حطوا له الكرسي هذا من ذهب وحطوا له الدكة اللي يحط ريوله عليها، مساعة كانت خشبية صغيرونة، حين من ذهب تحت ريوله. والصورها اللي تشوفونها هاي صور اعدائه اللي كان ما يدانيهم واجتلوهم، يدوده اجتلوهم في الوقت اللي قبل، فلذلك يحتقرهم يحطهم تحت ريوله. شوفوا البطرة تتحرون عينينا، هاي تماثيل الملك اللي تشوفونها وكلها مبوية صب ذهب، وبالاخص عاد النعال ها على ما تشوفونه نعوله ابوية ذهب ريج يا غير ما باشوتي ما باشوتي ما بشوتي ما بشوتي لو بشوتي زينات بغداء صبري. شعارهم شعاره شعار الملوك هاك الايام اللي يقبض الحكم، هذا العصا المحيوس المحتاسي يعني محيوس شويونه، هذا اللي يحكم، لكن اللي تحته للابد في الدنيا وعقب بعد حتى في العالم الاخر، يعني لان معتقدهم انهم يحيون ويردون يحكمون وما ادري شو، فهاي العصا ونه يوم بيحكم خلاص. هذا الكرسي على الله يحفظكم مسوين من ذهب ومن الأحجار نص كريمة، مش كريمة كامل، لأنه وعاج عاج وأحجار وذهب، ولا غير الأحجار مش نص كريمة وهاي عاد الأعداء من عقب ما زادوا أزموا 9 فجتلهم كلهم هاي الأعداء وعقبوا. والكرسي هذا يعدل أقولكم هاي شو الغرفة كم كبرها ما أدري، يمكن أكثر عن 300 متر طولها و20 أو 40 متر عرضها. ما بوبل أصور هذا كله لأن في أشياء وايدة يعني يبالها 100 يوم لين أخبركم بس عن غرفة توت عنخ آمون هذا، سامانة وقشرات وكبتات وعلومة كل شيء، يعني شيء ما لو بتيلس ترمس عنه 100,000 يوم، يا غير بتنقى الشيء اللي أروم أرمس عنه والشيء اللي أنا أفهم منه والشيء اللي أروم أشرح عنه، ما بدنا أتفلسف حط عمري في معرفته ما أعرف. بمحفة توت عنخ آمون من عاج وريش نعام، يلا كان حد هيم في الدنيا العود مقواك يا توت عنخ آمون مقواك ومبهسك ما شاء الله عليك، ها شوفوا سامان وقشراته ماشي في الدنيا، نحن يقولون يارا ويارا ويارا فطارة حليلهم أبوي ما سوى أبوي نقطة من محيط، واحد ابوي في العالم سوى ربع اللي هم سووه. هذه العليا وهذه السفلى، هذا اللي سووا له عرش، عرش وجمعوا بين اللوتس وبين البردي ويمعوهم ضربه، وهذا وين يجلس هو فوق فوق متعلي ارقى روس الشرايط، وها ابوي خدامه كلنا خدامه يا البرمه الريال منا والحرمه كلنا ابوي يشلنا كل ما يشلنا الحريم، شوف ها حريم عصمليات وحدة زدها يمشي عليه الثور، ثور يتلفت ما بتيسو يتلفت ثور يتلفت على ما تشوفون. ومسواي ابوي من خدوم من الرخ اجود انواع الجرانيت يسمونه ألباستر، اجود انواع الجرانيت، وهو فوق ها فوق اللي يبقى متعلق يا حافظ، ما معناه انه وحد مصر عاليها وسافلها وجمع ابوي بين اللوتس والبردي، وغدا ابوي فوق وكلنا ابوي مثل ما قلت لكم خدامتي البرمه الريال منا والحرمه، يلا وياكم الله. وايد العرب اللي تخبر ليش هل الخشب محطوطه عنده في القبر؟ في معتقدهم الملوك الاول الفراعنه معتقدهم ان يعني الروح من تظهر ويسكن الريال القبر حطوا الملك داخل قبره بعد 24 ساعه ترد روحه. علشان ترد روحه مره ثانيه يلزمه الخشب هاي اللي تشوفونهن بوانيش او لنجات او لكن ما بطراريد هاي غير نمونه، كل ساعه من الساعات ال 24 شيء نوع واحد معين من السفن من الخشب، فيحطون عنده في قبره 24 سفينه، فعلى هالاساس متوقعين انها ترد الروح لكل ساعه نوع معين من الخشب على ما تشوفون، معتقد والعلم عند الله. أقولكم
لكل شيء عندهم في الدنيا العودة رب أو إله، إله النعول، إله الـ إله الـ الوعيان، إله الدلال، إله العيال، إله النظر، وإله الزراعة، وإله الطيور، إله التراب، وإله كل شيء مجسدين لإله، إله المحبة، إله الإخصاب، إله العيال، إله البركة، إله الزوال، إله طحنة الزمان، إله ما أدري منو، إله غير كيوم يلس. زين كل شيء، كل شيء في الدنيا العودة لهم عندهم مسوين الإله وبس، وعلى هالعمات وأساميهن ما شيء كثرها، ما ينحص ما ينحصن ولا ينعدم كثرهن، آلاف مؤلفة. فلذلك ما بتروم تحسب كل هالإله، كل إله بإله، كل واحد رقمه واسمه، ولا لا ترى كل واحد له اسم وكل واحد يرمز بشيء، ويقزرون يقزرون طول حياتهم يدرسون العالم كل واحد شو ماله، يعني هذا إله ما أدري شو، هذا متى مسمين وليه سموه وشو عليه مطروق سموه هالنمون. هل إنه أنا بوبل عد هاي كلنا سكنت، لا أنا فيه فاقة روم عد هذا كله، ولا أنتوا لكم بارض يا أبوي، أنا ما يازلي غير ها هذا الطليلي، ها مثل الطليلي في البحر يدور، ها يا عيد يا عيد أيام سعيد على هالنمونة مثل ما تشوفون. إيه حافظ على الطليلي. هاي ابوي شبريته، شبرية الملك، هاي عاد مال وين؟ هاي شلون هلا يوم ابوي يصير كشته. ها عنده ثلاث شباري، ثلاث شباري، وكل شبرية لها طقوس، هاي شبرية الكشته، بس الكشته وتتكشف تراها. ها هاي بس يوم بيصير يتكشف، وهاي بعد شبرية من غير. برد أخبركم عن الشباري الباجات، وهذه كانت بعد شبرية، بعد من غير. وهاي بعد شبرية، أربع شباري. أربع شباري بالضبط. ترى هاي اللي أول باري صورناها، هاي ما تنعد شبرية، هاي شبرية لكن مال كشتات، مال رحلة العادية، يوم يودون يتكشت مثلا ساير وين يصير يصير عاد على هو، اشتراني بوين يصير يصير هاك الأيام، غير هاي شباري الأصلية، يعني هاي شباري شباري الملك على ما تشوفونها. ها ما في الحاضر ملك، ما في الحاضر ملك. شبريت أبوي كلها من ذهب ريج، ذهب ريج. ها هاي حبي يقولون شو ماله هذه، هاي الله يحفظكم المسند، المسند غير يحطون له تلبيسه، تلبيسه يلبسونها ابوي قطن وريش وما ادري شو يحطونها ابوي هناك. ها هذا في المكان ويبوي عاد يطيح مسلقاي ويعين من الله خير، وحد يعد عليه الخراريف لين يصير ويخم. كلكم عندهم ابوي في السنه ثلاث مواسم، وكل موسم اربع شهور، وكل شهر ثلاث أسابيع، والأسبوع ترى عندهم عن 10 أيام، واليوم 24 ساعة. يعني شو بقولكم ترتيبهم غير نمونة. نقولهن ثلاث شباري، هنتين موجودات، الثالثة ما أدري في أي متحف محطوطة، متحف الجديد حاطينها الثالثة. ليش شباري على هالعلو هاي الحين الوحدة يوصل لي أنا ليش شوفي؟ هذا بس مخصوص حق أثناء التحنيط، يوم يحنطون يظهرون مصران وما فضل عنه كرشته، ويدبغون يحطون للدويات وما أدري شو. لكل مرحلة من مراحل التحنيط شبرية معينة، ثلاث شباري، هاي وحدة وهاي الثانية، والثالثة بيودوها المتحف الجديد. الصورة ملتقطة داخل القبر، شوف على ما تشوفون، ها على ما تشوف هاي الصورة من داخل القبر، أول ما اكتشفوا القبر، ترى قلنا لكم هو الوحيد اللي ما سرقوه، يشوفوا كل شيء في القبر يا ابو عندهم هني في هالدور اللي نحن فيه. ها هالي تحت مال حفظ الاكل وما ادري شو اسميكم يا خدامهم هاك الايام، انكم مكدودين كد البلاء. هاي تلقطون كل حصى، هاي كلها صفاقيات حصى من جرانيت، اللي داخلها شامي، اللي داخلها حب هريس، نخي، كل شيء كل شيء، خبز بس يعني اي شيء ما ادري شو، ما ادري شيء بس قلت هاك اليوم، لا ما شيء العلم عند الله، لكن اظن شيء حتى خبز يابس ولا يعني كل شيء يحطونه، وعسل، ما العسل شيء من العسل موجود لين اليوم، من هات السنين اللي يقطع عندهم العسل في القبر ولا عول. هاي المظله مالت توت عنخ آمون من ابوي ذهب، وعمدانها على ما تشوفون على على عمل بحرها من هاك اليوم، يوم يانس الحرور ابوي لسوه وحدار على يمينه وحد على يساره ويهفون عليه. كل ذهب ريج يا ربي يا ربي. هذا اليور ابوكم، هذا اليور، ها العصيب ومالات المهات شنهن، يا
ولا لا لا ما اسمها فما فوق طيحات كانها طيحات اظني ولا شو والله ما ادري عرفت شو هاي. على مر العصور مصر على مر العصور مصر مغزى تنغزي غزوهم الرومان وما ادري منو ما ادري منو ما ادري منو ولكل حقبه من الحقب اللي انغزت فيها مصر سووا صكوك ماليه ومجوهرات تمحليهم وعلى ما تشوفون نقالس ومرتعشات وحيولهم على كل نمونه من العصور اللي خطفت شو هاي حتى بطبله كامله طبله بشنافه ومريم بشناف من هناك وهم الخرز وحب الهيل كله موجود عندهم من هات السنين وهاي ها ام البعو شوف ما في شيء من التاريخ واللي ميود بهاك الايام ما صوروه وحطوا له تذكار هذا ها بالربوع وهاك اللي فوق ابو الجنيهات وهذا حب غزو الرومان يوم غزو مصر ها شوف على ما تشوف الرومان يوم غزو مصر هذا جلب ابوي حياه هالمصر الى رومان وجلبت ابوي دنياها بكل سامانهم كل شارمه على ما تشوفون كل اشياء رومانيه شوف انت عشرات بابا نويل ليتها والي كنا بابا نويل شوف مراري هاي كل وحده كم وزنها ما عندي رابها من توفى الملك مثلا يوم يتوفى الملك يعني عندهم من يتوفى شلوا ابوي المعلاق والفواد هاي اللي تشوفونهن هاي اللي فوق البنادم اللي شرت على صورة البنادم هاي الغطي مثلا المعلق الكبد في الطرف هذا وكلاء الطرف هذا وري الطرف هذاك والمصران الطرف هذا ويحطونه ويسكرون يحطونه وياه في القبر إلا الفواد من ينظفونه ويحنطونه وخبطوا وعدلوا ودخنوا وربوحوا زي ما زين ردوه ابوي في نفس اليثه في نفس يثته والمحنطة ردوه مكانه وسكروه حطوه على ما تشوفون ابوي هالي تشوفونه كامل واحفظوا ابوي داخل هالصندوق هذا عاد الصندوق ابوي من خشب ومذهب كامل هذا اللي في المعاليج يقول ما تشوف الشعرة معلاق كبدي ومعلاق كبدي هذا ابوي معلاق كبدي من كثر اهميته حطوا ابوي في هالصندوق المذهب حطوا عاد هني وسكروا عليه هذا بس المعلاق الحين التابوت والمومياء ماله في مكان غير اللي صورت لكم اياهن اول بادي هذا بس حق المعلاق اللي هو الكلى والكبد والريه والفواد هذا كله بيحطونه هني الفواد الوحيد اللي ما يحطونه اياهن كله هذاك يندبغ يتعدل يتزين حطوه في الصندوق الفواد يردونه داخل المومياء داخل تنتي روحك يا يثته يعني المومياء عباره اليثه مالته دون اقول لكم المساعي اللي صورت المساعي صورت ثلاث التوابيت اللي يحطون واحد في واحد في واحد في واحد اللي من جرانيت اول بادي يحطونه في هذا عبارة عن صندوق من خشب ومذهب وعقب الصندوق هذا اللي من خشب ومذهب يبنون عليه هذا الصندوق الثاني شفتوا على ما تشوفون صندوق بعد ومذهب وبعدين الصندوق الثالث وبعدين الصندوق الرابع اخر واحد فيهن الحين برويك اياهن شيء من هالصناديق يبنونهن حطوها وبنوا عليهن ودفنوها هذا اخر مرحلة على هاي ها كل من ذهب اللي تشوفونه ها كل من ذهب فوق وتحت وعاد على ما تشوفونها سبحانك يا رب سبحانك ها على ما تشوفون كل ذهب لما طاح عندهم علي ومحسن الله كيف يوصلوهن الى المتحف هالصناديق الكبار بهالوزن ما راموا الا اخر يعني اخر الدواء يقول لك الكي وسم اخر شيء يوم مره يوم يتعايون لطبة وسموا اخر شيء توصلوا له التقطين قطعوه جابوا له ونشات وحفريات من جميع انحاء العالم معدات من جميع لانه ما بيتلقى عليهم اتشروا عليهم ويفرموه مالك ما نلقوه لكن ابويه سوى ابوي خطياط وشركات من جميع انحاء العالم مالات اللي يحافظ على الاشياء هذه
وقطعوا زين ما زين وشلوا بكرينات ويابوا في المتحف هذا. ترى مثل ما قلت لكم المتحف هذا مبناي فقط للآثار، مش كان قصر حولوا إلى متحف، لا بانينه مخصوص كمتحف. أقول لكم هذا اللي حطيت لكم إياه الحين، هذا داخل موجود، شوف الحجرة هذه، ممنوع عاد حد يشوف العالم خارج، ممنوع أنك تصور. الحجرة هاي كل ما يختص فيه ذهب صب. التاج اللي حين صورت لكم إياه بحطوط هذا، هاي أبنى أنا من النت، هذا أبوي 12 كيلو، وزنه 12 كيلو، ذهب ريج مصبوب على راسه، ذهب ريج كبر راس، كبر راس يعني العيل الحولي يا غير من ذهب، كبر راس عيل حولي يعني ذهب ريج، ومسوينه حقه ومحطوط في الحجرة هاي اللي وراء يا غير، ممنوع أبوي حد يصور. أنا صورت لكم إياها من 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 النت، وحطيت طالعوا بغيحة ولت إني أصور، يبقى سمونه. قلت أنا ما أحب أشجع على اللي يسمونه، ما رمت أبوي مال دهان سير، خفت إن حد يصورني ولا شيء يحملوني مسؤولية. الرومان يا أبوي وقضوا على هالمصر كامل، عم بكرت أبيهم ما خلوا فيهم نفاخ الضوء، 300 سنة قبل الميلاد. فشو أسب أن يمحون أي جنس مصري في الكون، نشوا أبوي سووا حق عمارهم شكل على ما تشوفون، خلاص انتهى الوقت الأولي. الحين أبوي عزكم أنتوا يا منو يا الرومان، وصوروا على ما تشوفون، وهذا التوابيت وهاي الحرمة وهالألوان موجودات بهالشكل من هذاك الآن إلى هالآن، ولا اختلف لا لون لا عون لا شكل، ها بمراريها وتيجانها، ها على ما تشوفون حرمة فنان وأبدا. والله والله ما بقصير بعد، واحدة خيل ثرها إيه حافظ. الإسكندر الأكبر هو اللي أبوي غزا مصر، وسمى أبوي الإسكندرية على أساس أن اسمه، وهو اللي أسسه، تحرون أنه مؤسسينها إسكندرية، مؤسسينها أبوي الرومان. الرومان ها شوف ها شفت 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 روماني، أنا أبو الروماني. هي نعم هي نعم، ونشوا أبوي المسلمين عقب عادة تفقوا وراقوا أبوي الرومان من شنتي إسكندرية، وروحهم أبوي عقب المسلمين وتما وعايشين في هالبلاد بخير وسهالة، وعينوا من الله خير وعاشر. شوف أقول لكم عنق روماني، العنق روحه عنق روماني. ها شوفوا شوف الله عليهم، شوف ايش قال شكله، روماني بطن وظهر يقول لك. شوفوا ها على حطة على عمل بحرة من هاك الآن إلى الآن، نفس الألوان ونفس كل شيء على ما تشوفوا، ما في الحاضر مدح. بارك الله فيكم. كل هاللي تشوفونهن التوابيت كلهن أبوي هاللي تشوفونهن لاقطينهن في وين؟ في الفيوم، لأن هي كانت عاصمة منطقة الوسطى، لقطوهن أبوي هناك بعد صنادل على ما تشوفون مال الرومان، وشلوهن أبوي واحد ورا الثاني. وهاللي توري صورت لكم يعني خاري ولها، وهذا أبوي هاي أشكالهم. يوم أقول لكم قربلات الرومان ترى فنانين يا أبوكم، سوت الدنيا ما بمليون قربلهم الله مقضاهم. ما زين إلا الرومان، ما زينهم الرومان، وماشيين حد منهم. هي والله عادة هذه على الله يحفظكم. العربانة كانت مقطعة ومحطوطة، كل قطعة من قطعها روحها محطوطة، يعني عسب يسد المكان. مرتبين المكان، ما بعباس على دباس، لا مرتب زين ما زين، كل اللي عليهم عقب أبوي حطه ووسروه توسير يعني. قربلك الله يا توت عنخ أمو، اسميك بطران، اسمي هلا الدنيا عندك، هذا وانت تصيروني هالكبير وسويت هاليور عيل انت، لو الله مدبجلك وصكيت لي 70-80 سنة بتدوس العرب وهيرقود سبحانك. زين يوم الله قص أجله وانت حتى 20 سنة ما صكيت، بعد ترى ما كمل 20 سنة حكم بو 9 ومات بو 18، 9 سنين ويار هاليور كله. اليوم لو كمل هذا بيسوي المنكر، هذا بيسوي الفناتق يقولون. لكن ما الله عطاه رب العالمين، أبوك يعطي الخياس بقياس. أكبر تمثال موجود في المتحف هذا بكبره، أكبر تمثال. كيف دخلوه هذا؟ أول شيء أول بادي حطوا عقب أبوي بنوا عليه، أول بادي حطوا القطعتين هذا كبار عقب إن شاء الله.
شاف. اقول لكم هذا التمثال مال مال ملكه من الملكات يسمونها حتشبسوت. حتشبسوت هذه ابوها ملك لكن امها ما بملكه، امها سريه خويدمه خادمه عندهم، واستسرها الملك ويابوها البنيه، وما تستوي ان البنيه تحكم في هذه الايام عند الملوك، عندهم ما يستوي انها تحكم. نشت ودهنت سير منو الكهنه وقالت لهم اندوكم لازم تعرفون اني انا ما بقصر بكم، دهنت سيرهم وعطتهم بهنستهم لين هذا منه. نشوا ابوي وكتبوا اساميها على المعابد وعلى اليدرات، هاي النقوشات ها كله مكتوب انها الالهه، واني يقول لكم هذه نص اله، فلذلك لازم تعبدونها. ونشوا ابوي عقب ما ماتت اكتشفوا كذبها وعلمها ودوان دينها، وكسروا اصنامها وافنوها من الوجود، وكسروا حتى هذا اللي تشوفونه لكاتبتنا او انها هي الشجره اللي قلت لكم ممنوع حد يصور فيها هالنمون، هذا موجود، هذا خاري حينه، هذا كل حد يزخه، هذاك اللي صدقي ممنوع حتى ممنوع حتى حد يدربه، والزجاج ممنوع حتى التصوير. والله اني بغيت اصور خطر علي زخ كاميرتي ويكسرها تليفوني. وزنه 120 كيلو ذهب صب خالص ومفيزرين، وهو من هذا حق منه للملوك فقط لا غير، مال توت عن خامون، والباجين ويه انسرقوهن. وهذا اللي تام، هذا تام وزنه 120 كيلو صب ذهب رقم واحد ياركم العد. هذا الحين هني كل عاد تقليد، يعني على تكاليف اللي داخل يا غير اللي يبى، لمن يرغب من الغبائل اللي يبى ويشتري شيء وانه سوفونير ودعاية عن هالبلاد، وهذا ما حد عاد عنثر على خمام السوق. كل خمام السوق زي كل داخل خمام السوق، ابويا الدنيا ممزوره منه. خليك اقول لك الحين هاي تتبيعها مال فرعون. انا زي ما فرعون ابوي ما داني ما يصلي، هذا ما يصلي، هذا كافر. انت داني فرعون؟ هذا لا. تحب فرعون؟ لا ما بحبه. وانا بعد ما داني ولا داني الارض اللي يمشي عليها. نعم فرعون هذا ملعون. استغفر الله واعلم به. هي الله لعنه الفرعون. لا ملعون. هي والله هذا دار يقولوا هي قال انا ربكم الاعلى. هي والله يقول سيدنا موسى انت ما انت شايف يا موسى المايه تحت رجلي والخضره والزروع والحرير، تزوج كم سيدة العمر؟ كم؟ 8 سيدات، خلف منهن 110 ولد وبنت. غرب الله تمغوا. ها بريح والله ما بهين. هذا كان ياخذ العطور، تسمع عن العطر والعود. هي وزارة اسمها وزارة اللود. محمد عفوا عشان العزيز فلو. الله بارك الله فيك. زهرة اللوتس. هي. هذه الزهرة مفضلة عند الفرعون مزروعة في المي. هي. ما بدك تشمها العطر والعود لا 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 ما في علي يا اخوان. محمد. عم محمد نحن ابوي من الامارات. والنعم. من الامارات. من الامارات يعني الله يحفظك. الامارات والله حي شباب الوحده. الله يحفظك. نادي الوحده. بعد تعرف نادي الوحده؟ انت لا ابوي انا ما بوحداوي انا عيناوي. عيناوي. ايه. موجود هنا من قيمة شعر. ايه غلبوكم. غلبونا صحيح. ايه شو تحرى نادي العين هذا. والنعم شباب الامارات. اكرم هنا. زين انت تداوم هنيها؟ نعم. تشتغل الثاني؟ انا من 25 سنه. ما شاء الله. هذا التفتيش. ما شاء الله عليك. شوف انت بتخبرنا عن قصص فرعون. قصص فرعون؟ شيء بسيط يعني ولا نجلس هنا؟ لا برا احسن. توكل على الله. يلا بارك الله فيك، شو عندك من المعلومات اعطينا تفيدنا؟ هذا فرعون طال عمرك قال انه هو محارب شجاع. هي. خاض معركة في سوريا ضد الحوثيين. هي. تسمع طال عمرك عن الحوثيين بتوع اليمن. هي. هذول ما الحوثيين، الحوثيين. هي. محمد شو بتفيدني الحين من داخل بتعطيني معلومات؟ مثلا فرعون كم حرمة ماخذ؟ كم عنده من العيال؟ نعم. مطلج يوم توفى شو عنده من الحلال؟ شو عنده منو على ذمته بالحريم؟ بالنسبة للملك رمسيس الثاني اللي احنا بنحكي عنه. هي. بنقول انه هو فرعون موسى، النبي موسى عليه السلام. هي. اتولد في عهد على زمن هذا الملك. هي. من 3200 سنه من اسره 19. هذا الملك حكم مصر 67 سنه. هي. بالنسبه لفرعون موسى طبعا موجود في المتحف في الدور الثاني القصه بتاعته بشحمه ولحمه. شوف انت طبعا واولاده اللي هم قلنا عليهم سموهم على اسمه، يعني كان في رمسيس الثالث والرابع لحد رقم 12. هي. بعد الملك طبعا صار الكهنه او الصحر اللي احنا بنقول عليهم صحر الفرعون. هي هذول اللي تولوا الحكم مع ضعف الدوله. ضعفت البلاد. ضعفت البلاد وبقى
الملك رمسيس الثاني حسب مقال علماء الاثار انه حكم مصر 67 سنه وكان محارب شجاع، يقال عنه انه هو محارب قاد معركه في سوريا على نهر العاص في جبل اسمه تل مندس ضد الحيثيين من جنوب تركيا مثل الكردستان، وتزوج 8 سيدات وخلف منهن 110 ولد وبنت. والله الله شو ياكله وشو اكل يا بهكتر عيال 60 ولد و50 بنت. هذا كان يستخدم زهرة اللوتس في صناعة البرفانات والعود من نفس الزهرة. يا ابوك نحن تم وياك حتى القرطاس ما فاد وياهم. انزين خلاص 7000 سنة انزين. وكان يعيش في القصر الملكي، والنبي موسى عليه السلام لما اتولد في عهده طبعا زوجته قالت هذا قرة عيني لي ولك، وربنا سبحانه وتعالى سخر للنبي موسى كل شيء سبحان الله. نعم خالد والنعم. انزين شو الملكه شو بلاها؟ عندنا في التاريخ الفرعوني القديم ويقال اسمه التاريخ المصري القديم من العصر ال 18 كان عندنا ملكه اسمها حتشبسوت. هذه الملكه كانت تحكم مصر بشخصيتين، مره على شكل رجال ومره على شكل حرمه اريه، مره ست قويه. حد من العرب يسميها زبه وحد من العرب يسميها ارنيه وحد زبه. انتوا بعد؟ لا احنا بنقول عليها ست او سيده متسلطه قول لي متسلطه متجبره. وخلاص حكمت مصر 23 سنه تلبس لبس رجال ولبس السيدات. زبه اقولك زبه تقول لي لا انت قريب انا زبه من شفتها داخل اسمها اسم زبه شو اسمها؟ حتشبسوت. شوف انت انزين عليها الامراه الفرعون. شوف انت قامت ببناء مقبرتين لها في قسم رجال وقسم سيدات، وادي كبير في الملكة حتشبسوت قامت ببناء مقبرتين في وادي كبير في الجنوب مدينة اسمها الأقصر في البر الغربي يعني في الجهة الغربية النيل. وادي كبير حق المقابر حق الملكات، وهي دراهن بتندفن هنا وهي تختار المكان هذا. هي عشان هي سيدة فهي اختارت هذا المكان. وصت انه يعني بتندفن هناك. نعم وصت انها تندفن في وادي الملكات. وهي اصلا اختار مكان اخر على اساس انها تتقمص شخصيه الملوك. شو اسمها؟ حتشبسوت. طبعا حتشبسوت تزوجت اخوها اسمه تحتمس الثاني. تحتمس الثاني تزوج واحده اخرى رقم 2. حتشبسوت الزوجه الرئيسيه الاولى. الثانيه محظيه جاريه. ايوه خلفت هناك يتزوجون خوات يعني؟ نعم الاخو ياخذ اخته. نعم الله اكبر عليهم. تخلف من حتشبسوت 3 بنات. فيما يختص الزراعه اهتم الملوك الفراعنه بالزراعه وخاصه في مدينه الفيوم. وين شو اهم شيء عندهم محاصيل؟ المحاصيل طبعا القطن والقمح والذره وحمص الشام. أيوة. نخة يعني العدس والبرشين والزيتون والتمر والخص والشعير، هذا يصنع منه عفوا البيره والنبيت اللي هو العنب. هل كيف بعد؟ فرعوني يصنع منه النبيت العنب، واحيانا يصنع النبيت من التين. التين اللي هو ليس شوكي، التين البرشومي. التين البرشومي نعم موجود لليوم هنا معروض محنط في المتحف سبحان الله. وموجود عفوا بعض الاشجار اللي بيصنع منها السفن. بيصنع يجيبوا صير الجميز بيصنعوا منه الصناديق والصناديق المجوهرات والاساس الملكي. حق الفراعنه الاول من وين يجونكم الاعداء؟ الاعداء استاذ خالد كانوا بيهاجموا حدود مصر من 4 جهات. مثلا من الغرب جماعه بيسموهم التحيون اللي هم القبائل الليبيون من الغرب من جهه الغرب. زين ومن الشمال جماعه من جزيره كريت اسمهم شعوب البحر. سماميت. نعم ومن الشرق طبعا قبائل اسيويه. من الشرق؟ من الشرق من سوريا. من الشرق من سوريا يا اختي. ومن جنوب تركيا. وطبعا من الجنوب جماعه بتوع اسوان وبتوع النوبه. هاي يهاجمون موجودين الاعداء دول ومقيدين للايدي والارجل بالملامح بتاعتهم. سبحان الله. البدوي بتاع ليبيا هذا البدوي وفي ساعتك هذا موجود مكتف مقيد والملك يدعس عليه. لا اله الا الله. يدعو على مسند للقدم. لا حول.
كانوا يتعاملون مع الاعداء، زخوهم اسرة، اسروهم، يأسروهم ويقدموهم احياء طعام للاسود. لا اله الا الله، زي وجبه ماكدونالدز. الحمد لله ان ما زخوك ولا يبوك انت، ما عشرة منك ما يمزرون بطن اسد. مرسومين على لوحات تذكارية اثرية. العدو مكتف مقيد من ايديه ورجليه ويقدموه طعام الاسود وهو في فم الاسد. لا اله الا الله، طعام الاسود حي. هذول الاعداء دايما الملك يضعهم تحت اقدامه، تحت يدعس عليهم الملك، رمز السيطرة والخضوع والاذلال. لا حول ولا قوة، من اربع جهات، اللي هي الجهات الاربع. الحمد لله يوم الله شلهم، ولا كان يبوك فينا ولا من عليها. الحمد لله، الحمد لله. وبالنسبة لمصر دايما كان لها اعداء من الشمال ومن الشرق والغرب. اللهم لك الحمد، لان اليوم عاد العداء مال مصر ما يوجهون ابن البلد. ما تفضل، شو اسمه هو الملك؟ الملك نارمر. هذا من الأسرة الأولى بدأ يحكم مصر، وكان يعاني من اعتداءات من الشمال. نزيه. من شعب الشمال. نزيه. وكان قوي، قام بانتصاره على الأعداء حق الشمال ووحد مصر، جعل مصر مملكة واحدة. كانوا قطرين هم. كانوا قطرين، شمال والجنوب. شمال والجنوب، بينهم ما يصنع الحداد. نعم. وخلاف كيف ألف ما بينهم؟ كيف وحدهم؟ بانتصاره وقوته على الأعداء وسيطر على الشمال تماما. شوف انت، وضم الشمال الى الجنوب. مطوار. ومرة ارتدي تاج حق الشمال لونه ابيض، تاج الجنوب لونه ابيض. زين. عفوا، تاج حق الشمال لونه احمر. هي. والملك هذا كان محارب قوي. قوي من 7000 سنة اول ملك يحكم مصر. المقترح اننا نجلس في المقهى هذا غير الاختيار ما كان صعب، حلو وزين وفنان، غير عادي يعني ما يرزق، يعني ما يستاهل انك انت تعاني، لان بنصير حق العام اللي جيناه العام في العجوزه اتوقع انه اخير عن هذا اللي صورتكم اياه العام. نسيت والله شو اسم اللي عندنا، اللي من يومين بعد صورته من خاري، اتوقع انه بنجلس هناك يكون اخير، بنجلس لنا ساعه ولا ساعتين نتقهوى نسولف نرمس. كان مفروض نوصل الحينه، سمعت انا شور احمد ويا ابني المكان هذا، غير يوم جيت مكان عادي يعني ما في مش شيء مميز، واو حلو الحلاوه العادي يعني شيء عادي ما في اي شيء مميز يعني، ما حتى لو كان عدالنا يعني هناك حتى ما بي المكان عادي يعني ما في شيء انك يرزق انك تي وتعانيه من دار لنديره. هذا لا سبب. يلا هاي اشوارك. انا ما قلت المكان ما بزين، زين عادي يعني ما بنه شيء مميز وايد بتروح تعانيه من اخر الدنيا. لا الحين تقول في خاطرك بلا خالد انتقد المكان، لا انا ما انتقدت المكان، المكان فنان زين وقاوي زين، غير شيء شرات الاف مؤلف وشيء اخير عن بوايد. صح، لكن انا اقول لك يعني مقارنه بالاماكن الموجوده هو نظيف وحلو ومرتب، عرفت يعني مو كل مكان تحصل هالبضاعه. نشوف توكل على الله، بنصير نجرب هالبكال اللي خبرتك عنه. الحين نشوف عاد الحين. وانا انتصرت، وانا جبت المكان ابوي اللي انا شفته اخير، وياز لها نحن حين عباره في حوامه، بعوام حوام عوامه ما ادري اسمها عوامه ولا حوامه، نحن في الدور الثالث. ها فوق كافيه، كافيه كم مكبر، شوفها كم كبره من الهيريه للهيريه اخر الدنيا. في الدور الثالث على البحر، هاي عوامه ثلاث ادوار، تحت ما ادري شو، تحت ما ادري شو، اخر شيء نحن الحين هاي فوق، نحن في الدور الثالث. وعلى ما تشوفون شو اللي سعيد محسن؟ شو اسم الكبري هذا؟ المنيل. هذا كبر الجامعة، هذا كبر المنيل، كبر الجامعة. هذا كل منيل. صح؟ يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام. كوبري القمعة وكوبري المنيل. ها شو هاكي بعد وحدة، هاي نسيت شو اسمه محسن قرا شو الاسم. براد معلوم مكتوب 30 او 31 درجة الحرارة، غير والله العظيم انه براد، براد يعني ما ادري ليش يعني، هو المفروض يكون احنا اللي تانسه انه المفروض يكون يعني 23 22 درجة الحرارة، يا غير والله يا ابو هو انه براد، براد حتى نقطة عرق تطيح منك كل الدنيا، هنسير وني
ما تطيح منك قطرة عرق، يمكن لأنه ما شيء رطوبة، أتوقع أنه يمكن عسب أنه ما شيء رطوبة. شوف هذاك وين جراند حياة، إيه عقبه فندقنا، بنسير بمشاي بوديهم حين محسن، بروح الفندق مشي مش بعيد، مش بعيد ابدا فندقنا، مدام هذا جراند حياة نحن مره ملاصقين، ما شايف فرق بين فندقنا وجراند حياة، مره متلاصقات. طلبنا مقتطلبات، شو الطلبات اللي طلبناها عشان تاكدها؟ ايتمبرج سالاد، سيزر سالاد، امريكان فيرجن، اوفر مونو دبل، 7 اب، اكسترا كاتا. يا بارك الله فيك. يتاخر الطلب؟ شو؟ اي اخويا بيتزا ملغوث، انت تطقها صح قبل شو بيتزا هذا طلبي هنا سموك سلمون، سموك سلمون مع مشروم وخس ما ادري شو ما هاي الاشياء، ها الصوص مال افوكادو، ها هذا اللي تحت الافوكادو، شيء جميل يعني ما يبالي رمزه ولا اي. ها شو محسن طلبت ايه انت الطلب بتاعك؟ بيتزا. ايه بيتزا شو هو واحد اكثر شيء بيتزا بقول. بسم الله الرحمن الرحيم، بخر لك قرون محسن قرون بسم الله الرحمن الرحيم. بقت لي عم ابراهيم، شكرا، كل شكر لكم والتقدير على حسن الضيافه، مكانكم نظيف واكلكم زين وانتم طيبين ورقم واحد، واحسن شيء في المكان هذا طريقه خدمتكم. الله يسلمك، مشكور مشكور ثم مشكور يا حق ابراهيم. انا اللي نحن فيها اسمها سانست، عباره عن ثلاث ادوار ما ادري شو ما ادري شو، ونحن نخبركم اللي فوق. رسوم الدخول حق الشخص الواحد 200 جنيه مينيمم تشارج. تي الحين احنا ثلاث انفار، كلنا جلسنا وتعشينا وقهوه وماء وعصير، ونحن ظاهرين كم طلع؟ 607 جنيه، يعني ما زدنا حتى على المينيمم تشارج، يعني شيء وايد زين وفنان وموافق يعني على النيل. ها شوفوا ها، ومكان وايد نظيف واكلهم لذيذ، يعني اللي انا اقول لكم لذيذ لذيذ وفنان وزيد، ما اعرف منو ادارته منو علمه وشو اخباره، غير شغلهم وايد مضبوط ووايد زين، بارك الله فيكم. شكرا. طلع الحساب 600 جنيه، 600 جنيه ثرهم طلعن 130 درهم او 125 درهم، يعني تخيلوا ثلاث انفار تعشينا وجلسنا في مكان نظيف وفخم وعلى النيل وهالبراد الغاوي وهالجو الزين وهالويهه الويه السمح ما شاء الله تبارك الرحمن تختبن. هي السمح انت شو تشوف ويهك؟ الله يكرمك. ليكون صدقت ان شاء الله؟ يعني سعر مناسب وفنان وخدمه زينه، يعني كل يوم بنصير مكان، ما بلازم كل يوم مطعم رسمي، اليوم هذا مطعمنا في اشياء رسميه عندهم، يا غير انا فضلت انت اشياء سلطات واشياء خفيفه اليوم، وسموك سلمون مع مشرومز وما ادري هاك وجبه رسميه بس، والحمد لله رب العالمين. وسد محسن كل بيتزا، بيتزا كلام اكبر عويه وديتين. المكان يصلح العوائل يعني، ومكان كبير على ما تشوفون، ها يصلح العوائل مره كم كبره، مكان احس انه زين يعني يصلح حق عوائل سكرت مبني العوائل مره عاد متشددين، ها وهذا المدخل ماله، هذا اخوين وين تحت؟ هذا في ظهر جديد على اللفت، ها وهذا بعد غير بعد مشاهد انه تبعه هو، لكن هاك على البحر من اكسيده، وبين هذا وبين هذا فتشه، وهذا ها هذا الفور سيز اللي من كم من يوم صرنا جلسنا، يوم مباراه السعوديه مع ما ادري منو، يوم تغلبهم السعوديه، اليابان او الصين واحد من الاثنين، مره مشاهد البحر. بحرهم يسمونه بحر، نيل يعني عباره. على ما تشوف طول مد النظر ها. شيء جميل 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 جميل.
هذا المنظر من تحت. ظهرنا الحين مار خاري، هذا هو سانست. وايد العالم تي مشهور، الناس كلها تي فوق يعني دق عصي عليه، ما يبي حد يخبر عنه يا غير انا ما تديت العالم تي من كثر سنين الله تحت شيء نايت كلاب وفوق ما ادري شو فوق ثلاث اربع نمونات. العالم كلها تي من يمكن من 20 سنه وما تروم تمشي من العالم، ممكن العالم ليونه يا غير انا ما تديت. انا ما اصير ترى المكان هذا عزمته في الليل، متى هنا في الليل من عقب الساعه 12 ما تروم تمشي، ما تروم تمشي خلق الله ما خلق. كل على النايت كلاب اللي تحت يبون دينا ويبون سعد الصغير ما ادري منو ما ادري منو كلهم ابوي هالبليور وهالزياوز كلهم يجونه. يا غير ليه فوق هذا بس اكل كان وشرب وكوفي ما كوفي يعني. اقولكم علي ويانا ترى جاي عندنا للمتحف، لكن علي لا بد ولا عذر من حركات خوش نخره، خوش نخره مال ترى على اليم لا بد ولا عذر منها، وتفاتن ويا وروغه العين ما شافك نرفز ولعن لك صيره بغسل غسل الخلع العين ما شافك ورغته حينه وتم لزني بلسان وباغ بربه لي خجل. ترى هناك ترى مشكله علي يستلبس، ومن يستلبس ما يعرف شو يقول، يا لسلاقي بطريقه يعني وايد وايد مال كشره يعني يسمونها رمست المصريين شوارعي. هذا رجال هم كبره هم كبره بصدق ترى زين ويتكلم بطريقه شوارعيه يعني مش بطريقه عاديه، فالطريقه ابدا مش محترمه وهي لا سباق ولا لا 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 من هالكلام يعني بما معناه ليش مودريني اترياكم في الشمس يميع الظليل هناك عنده. انت ما قلت ما تبى تينا الفندق بتلاقى وياك عند باب المتحف، تاخرنا 5 دقائق 10 دقائق شو المشكله؟ وساعه شو المشكله؟ والله انا قاعد في منو عزر عليك تجلس في الشمس؟ نحن ما قلنا لك في الشمس، كان جلست في المكان اللي فيه الظله، وين بساعه انا جلست مسوي هذا الشويبه وتهديت ويبي يسوي علي منيه اني يعني جايني. قلت له حبيبي انت يا ابوي بكروه، انت لا بصديقي ولا بربيعي، تعرف وياك من هالكثر وقت، لكن انت يبغي يقنعني انه جاي علشان سواد عيوني. قلت له حبيبي هذا الموضوع غلط، انت يا ابوي عندك شغل دوام، مصر ابوي 100 مليون ادمي فيها، ها كلهم حطهم صدقانك، انا ربيع عادي يعني اي من سنه لسنة ايرس 5 ايام 10 ايام خدت المقسوم عني وتوكلت على الله، انما صديقك ابوي لا بصديقك ولا عندي خبر. اتيني جبتك الامارات حان نبك حان عليك وجبتك وعينت من الله خير وقضيت ومضيت وديتك وياي، يا غير انا ما بروم اجيبك ويلس تعيشني على اعصابي. امس وديناه هذا المتحف مال قصر الباشي، شو اسمه الباشي؟ قصر الملك محمد علي مال الباشي محمد علي، وتواقع وياهم تم بغوا يبون شرطة وايد يوم يتكلم يطول صوته على العرب والمصاروة ما يقهرون يبقون، فسوى لمثل البارحة بعد هناك ما بصاحي الريال هذا اللي تشوفونه لو انه ما يتشاهد عبرة العابرين، يا غير هذا حطه وحط اللي يزله وين ساري في الشيبان طريق هذاك، لا يعني يبغي ايه ويحس بعمره كأن ملك. لا حبيبي بنت انت يا تشتغل انت ما بياي تحط راسك براس، انا مش ان قضية اخير عنه ولا ما بخير عنه علشان ما يلس يمن علي، انا ما احب المنية، المنية ما احبها ابدا والله لو بيصبني ذهب، حاط في بالي انه يقدم لي خدمة، لك ابوي انت ما تقدم لي خدمة ابدا، وفهمته وتحديت وياه ورغت بساعة عاد رد حينه ردته الحاسية صارت السكرة ويت الفكرة ودق تليفون لبتي حط في بالك انت مش صديق، انت جاي تشتغل جاي تشتغل عندي بتصادق عندك 100 مليون ادمي صادقة 100 مليون فيها مصر، انا في ابو ظبي حسين في الشام جت في كربلة ما يستوي نسوي اصدقاء نحن ابدا. كرس مول اللي امس نحن جيناه
يوم هاي المباراة هو نفسه بناها الحينة وبنايلس بنتري عاد علي علي بيي وبنرمس شوي بنتقهوة وبنوديه يتعشى ياخذ بيتزا من المحل اللي وراه وما ادري خلاص بنظهر بنسيل ماشي اظني ما ادري وين بنسيل علم عند الله غير بخبركم خلاص وبخبركم عن سالفتي وعاد حين اتصل علي انا صاحبك لا انت ما بصاحبي ولا عندك خبر بتي موظف مثل ما كنت الاول هي انا وديتك دبي وديتك ابو ظبي وديتك تايلند مرتين ثلاث يا اخي ما وصلت الى مرحله تربيع انت مش ربيع انت جاي تشتغل انك ربيع انا ما اقهرك يعني يوترني بكل دقيقه يسوي لي حاله توتر تجيني من وراه يعني يمزح في وقت مش مزح قدام شرطه قدام ناس عامي يعني هاي مسخره اللي تشوفونها قدام اللي يسوى اللي ما يسوى عباره عن قدي طماط 24 ساعه يصورني بس عليك ابوي بتصوير لا ان شاء الله بتتكرر اذا الله راد ان شاء الله ان شاء الله جزاك الله خير لمين؟ هو حق محسن؟ لا لا ما تجيبش لسه متعشي وماكل بيتزا وشارب سناب بعد قهوة الحين بطرة هي يلا 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 ما يسوى السبب والله ليش انت شيع بطران؟ ها؟ بارة ولقت محجارة اي والله يا سلام تشرب قهوة في الفور سيزن ليش ان شاء الله؟ جيت ما كذبك انا لا 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 قلت له هي لك ما عليه بجس نبضك بطالع قول ما اريد ما يحتاج عنبه هنا هو تشرب قهوه بيوميك شاء الله حد انك بس ترى ترى يا لسه مبسوط ومتعشي معين الله خير رد على موضوع علي فعلي قلت له مستحيل نسوي اصدقاء نحن بيننا وبينك هنا اعزك اي نعم لك مش انك صديق قلت لك اللي رابي وياه مستوي وياه بينك وبين ييره متراضع الدر وياه هذا صديقك انت ابوي مش صديقي فرد بين الانسان اللي ييك لاجل شيء معين مصلحه يتريى من وراك شيء ولا انه جاي انك لاجل سواد عيونك وفي بينك وبين عشم وصداقه ورابي رابي مضربه مش مشكله في الامارات انا مصادق المصري مصادق السوري الفلبيني من كل جنس من كل نمونه كل على ما تشوفوني مصادق العرب كلها لكن هذا شر وبالاخص هالاثنين هذا محسن حي قدامي رمزكم قدامه وعلي حين جاي هاي يعني عباره موظف موظف يعني تباني اتعامل وياك مثل ما اتعامل ويا ولد عمي لا والله انت موظف جاي بكروه مش صديق الصديق يختلف انت جاي لجل شيء معين انت جالس عندي لجل شيء انا ما انا هذا الموضوع حين اكلمكم موضوع اللي اتكلم عنه بصفه عامه ما بلع عني انا وغيري وايدين يحطون اواد موظفين عندهم ببيزات ببيزات بكروه وعلى اساس انهم اصدقاء لا الصديق غير الصديق الصديق الله يحفظكم اللي تحس به منك وفيك صديق اللي يضاك عندك ما عندك على كل حزة هب يوم تلتش زين يوم تيتك تخف عني يوم كانت بدي بيزة جميع الناس حبوني ولما قل ما بيدي تغير بالطبع مظنوني هذا حال حين العرب إذا إنه يضاك لجل عطاياك تراك أنت أبوي مدامك تلتش هو بيك أبوي من تقصر إيدك شوية بيصير عك مسير يومين لا انا بحبك تحب لا حبك الريح لا بامك محبه ولا شيء بتي اقولك تمي نرفزني من يشوف حد هازم اللي يبى رقم تليفونه يبى عنوانه ويبى ييهم ويبى ياديهم بعد شوي بغسلكم قصه محسن قبل كم من سنه يوم صرت خير 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 لازم بعدها ما في شيء غلط هي لا لان ما شيء غلط انا ما بقول شيء غلط رمس عاد موضوع يعني بشتري من السوق بحط فيه شيء صح ولا غلط اي بطري لازم بطري انا ما بقول الحق ولو على نفسك وياما في هال15 سنه استوى قصيص بيني وبينهم لاني شوفوا اي انسان بتمشي وياه صداقه غير
وهذه الأشياء الإنسان اللي ييه على أساس مصلحة ما تروم أنت تتمن منه أو تعطيه الخيط والمخيط أو تظهر أمابك كامل قدامه تكشف أوراقك، علما بأن أنا ما عندي شيء مدسوس، أنا كاشوف يعني شوف يعني ما عندي شيء يود بحياتي من يوم أنا ياهلين الحين حياتي مكشوفة، ما في شيء ميود شيء سر ولا سيات، ما عندي أسرار، ما عندي شيء أدس عن العرب ولا عن الناس ولا عن عيالي ولا أهل بيتي ولا عمالي ولا وين أسير ولا وين أي. على هالأساس كل هالعرب تعرف أموري كلها، لأني ما أسوي شيء أخيل منه ولا استحي منه ولا شيء ظاهر وشيء بالغباء. أحمد يومي 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 غافلني علي شو يقول لك؟ ما شيء يستلم أبا بيزان أبا جوتيك أبا ما أدري شو كل شيء. علما بأنه والله يا أحمد الله يعطيه يا شيء ينياب له ما يعني ما ينياب حق دمه وأبوه. ترى شفت الشاطئ مزاح وعلى هالحالة ما يعني شفت جهنم هل من مزيد ما يوني من شحاته اللي ما توجه. قلت له الحين انت بويتي لجل شيء يعني ما تي انا لا انا بحبك زي اخويا تخاوت عليك الكلاب الضاله والله العظيم وكانت تحرون الحين هينه مشاهدتي له والله يبغى تطلع علي اغلى عن بيع السوق اغلى عن بيع السوق مشاهدي له دم خفيف هي نعم يا غير لازم انا اكون موجود اختم اختام امسات ريال بيني وبينكم عزر اي دخيل والديك يا خالد انا عندي اعمال في تنتيه مصر وعندي بزنس وعندي اشغال وفي خاطر انا عرفت علي من عندك من حسابك دخيل والديك عطنا رقم تليفونه بنت عارف وعطيت التقرير كامل عن حياه علي من هات السنين لين هات لين اليوم اصر اللي يبغى رقم تليفونه قلت له ترى فعلته وتركته كل السلبيات والايجابيات شويونها كبير ايجابيات والسلبيات 98% قال بعد ابا انت قال في خايف ابني يقول يتوقع اني انا يمكن يتحراني ابالغ في الموضوع او اني بعمدا تي اقول او انا ابا حق احتكار قدتك وقدت ويها زين ف هذا هضل ها هلو تلالفي حامية له كل الموضوع قلت حق العالم ها انا هي والله هذا اللي خستوه بيني وبينك كل خبرته وانا حصل ايه المحبة اللي بيني وبينك تستوجب اكتر من كده تحتاج اكتر من كده من الاهاليب وفلفل وشطه الزوجين بيتخانوا احنا اصحاب مش هنتخانق زين نحن مش اصحاب حط في بالك انا بالنسبه لي انزين المهم وشدنا خذ رقم تليفونه وياه لين هني ورد مناك الريال خطر عليه يصيح يقول لي لا والله من يلومك وفقير من هالفجيره يعني تلومت قدويه هالكبير قدويه هالكبير من الامور اللي سويت لابويه على ما قالوا هالكويت طقاق نفسه ما يصيح انت جيتي لين ابو ظبي والله يعني لين باب بيتي دخيل والديك برقم تليفونه دخيل والديك ورد يا ابوك خطر عليه يعني عن الساعة اللي خذ رقم تليفونه ايه ترى ها شو بقولكم شرات حمارة الاسطوط لازم ابوي حد 24 ساعة يتعها ولا ما شي فايدة حمارة الاسطوط ترى رنق وشكل ومحناية وخلاخير ولا لا 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 لكن منك منظر مخبر ما شيء وهذا هالنمونة ها عدونا احنا نمشي على الله يحفظكم ها شوف شوف شفنا هذا يوم كنت انا ساكن في الشقه اللي الطرف هذا كنت اتمرن عندهم هذا جمالي حتى الفرق يقول لك ايام زمان اي والله اي والله ها هناك انا ساكن بناي اللي هناك سنه كم قبل خمس سنين علي محسن 10 اي قبل 10 سنين 2007 كنا اسكن في شقه هناك يسأل عن بيت أنوار السادات أبوي هذا بيت حياة أنوار هذا بيت حياة أنوار السادات هذا حياة أنوار السادات بيت وين داير وهذا أبوي مهبط الطائرة قدام مرة هذا أبوي هني مهبط الطائرة وهذه الطيار اللي كان بيسوق السادات ها؟ الطيار هذا أبوي مهبط الهليكوبتر مال السادات وهذا أبوي بيت طلعوا
يا سلام يا سلام، يا عظامك الجنة ينور السادة، الله يغفر لك. لا تحل على الميت إلا الرحمة. المتحف الله يحفظكم، المصمم فرنسي، المصمم فرنسي، هذا يشوف تصميم فرنسي. واللي جليل من العرب يعرفون المعلومة هذه، أن أول متحف تصميمه ومنذ إنشاءه يكون المتحف. كل المتاحف الموجودة في الكون موجودة على كان بيت، كانت قصر، كانت مسرح، كانت أي شيء، لكن مسرح. إحنا الحين مشينا ثمانية كم؟ 8.3 قول يعني 8 كيلو لين الحين. شوف بعدنا بنوصل للفندق، ها ذاك فندقنا، بعد كم يفصل بيننا وبين هذا الطريق بطوله، ها وانت ساير، نحن الحين الطرف هذا من النهر، بعدنا بنوصل لين ها بنتعدى السكوتين، وانت ساير وانت ساير لين نوصل فندقنا هذا. ها ذاك وين فندقنا؟ ايش قال لي؟ لب 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 تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مشينا هاي الدنيا كلها. علي علي تعال ياي، هاي تخبرون، ها شو سويت مع مشكلة علي؟ انحلت؟ ما فيش مشكلة، انحلت المشكلة؟ ما فيش مشكلة خلاص. لا 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 نو بروبليم ويز يو، ها نو بروبليم ويز يو. مرة ثانية نو بروبليم ويز يو، زين خلاص، مش هيكون في مشكلة ابدا ان شاء الله. اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية، احنا دولة وانتم دولة، في خاصة دوار بالله يعني احنا الوقت زينا نكره بعض. اشرح لك تشرح لي، توضح لي اوضح لك، احبني احبك، تضربني استحملك، خلاص تمشي. الله بس هذا الله يعلم لين متى هالموضوع بيتم، ساعة نص ساعة ربع ساعة، الله هو اعلم. هل ان يعني مدة كم بتم ابوي هالسكينة نازلة عليه؟ ها علي؟ الله اعلم. لحد ما الرياح تقوم تاني امتى الاعاصير والتسونامي بتاعنا هينام وانت بنعرف. اقول لكم امس عاد بعولي بقول لكم كازينو النيل، قلت كازينو الليل بالغلط، فلذلك هذا التصحيح مره ثانيه ابوي، بدال كازينو الليل كازينو النيل اسمه. اي والله سامحوني على الغلط، ها هذا كبير حياه الجنسي، وهاك ما ادري شو، وهناك كبن اسمه. اول ما بسير الريد كارتن كلها ابوي رتني مشيك، كلها ابوي. ترى مصر احلى شيء فيها هو المشي، المشي وتريدس بين المصريين وبقيمهم وزعيجهم، ترى شيء جميل. ها بتخاف على هذا؟ ها شو اسمه محسن علي؟ اسد اصل النيل. يقول صدق اسمع عاد هو اصل 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 النيل؟ اسد اصل النيل ولا سبع النيل؟ ها؟ سبع النيل. هذا اسد اصل النيل. اي والله يعني هذا كل ماشي الحين شيء جميل، يعني نتمشي هالدنيا كلها. نعم تكلم مين؟ انا؟ ايه مين صاحبك؟ فيديو بعد رولات اللي صاحبك. ها؟ هي المدام بصراحة. زين. شو تتفقون؟ شعري. الحين. إيه. نحن ما بنتفقين يوم يصير مع بعض. ممنوع التليفون. بس دي المدام. المدام ما عري. لا أيوة. لأن ما يندرى بك منو بتكلم، منو بترمس. نحن متفقين لأول شرط آخر نور. لا تيل. لا زاوية المدام. لا. المدام ما شيء قهوة. ما شيء مشكلة. قهوتين. المدام يعني ما شيء مشكله. اي لا هاي خارج العرض. ما عشان كذا سمح. اي مسموح. واللي مطالباته كله وكل على عيننا وراسنا، يا غير اي حد غير ما تكلمه ممنوع. ممنوع سامي. من عمات من عمات انتوا انتوا دي شوف. اي تفقيد ساعتها تحت. في اتفاق ولا ما شيء اتفاق؟ في اتفاق. اللي اول شرط اخر شو؟ على عيننا. الله ينهى بلاد فنانه. يسدك انه فنان يسد معها معاي. ها رابن هود وين الثاني؟ إيه؟ تعال جاي رابن هود، تعال جاي قلب الاسد. تعال وين منهم انت؟ لا رابن هود اثنين. رابن هود حراميه يعني؟ لا والله ولا رابن هود يعني. رابن هود حرامي هو؟ رابن هود حرامي والله، ما يزرع من الاغنياء ويدي الفقراء. والله العظيم ما ادري بانه حرامي صدق ولا حرامي. انت ما تعرف عندك ثقافه الحميه. هذا رد للي يقولونه ان مصر خالي ما فيها اوادم.
شوف اول ما تشوف شوف شوف وين هناك هذاك ابوي حلت الرمسيس وهذا الرزكار الثم وهذا ابوي سمير رميس وهذاك شو اسمه كمبنسكي واللي عقبه فندقية شو اسمه الفور سيزن جراند حياة ميريديان كل هن الفنادق يلبن 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 يعني منزورات لين عينه ماشي ولا فندق غرفة فاضي ماشي فلذلك ردت ابوي مصر للسهل اولي بالعكس على ارقى وعلى احسن خاصة قرب المطار المناطق الجديدة التجمعات التجمع الخامس التجمع ما ادري شو امول مصر ما قوم الطيم وما اشياء كثر التراب استوت كثر التراب اشياء شيء جديد من اروع ما يكون عمار يا دار حسني مبارك القاهرة حفلات القاهرة ها اليوم ابوي عندما ظني رابح صقر سبعة الخميس اليوم رابح صقر وكيل بتاعك ابوي كل التذاكر ما تمت ابوي ولا تذكرة اكيد خلصت التذاكر ألف سيد طب اقول له طبعا ما ينفعش اسمه سيد واحد ليه ألف سيد ليه شايف الكرش قدامه خبط سيد ألف سيد خبط الدريكسيون الكرش مش هو بيمد ايده يسوق ده الكرش اللي بيسوق بس هسه هو قال انه من المنصوره قرب عليه الكاميرا كده هتعرف انه من المنصوره كل الجماعه عشان كده جميل طبعا لحد هنا جميل هنا بعد كده ارمي بقى انت مننا كتكو انا هتضحك لما اقول لك انا من العباسيه عند المجانين ايوه شو الله القطر يحمل الوطوه يطلع السعوديه السابعه يعني بس على هالحاله من يركب هو يا حسين مش هيحمل عمالين من الاجره هذا الكافيه اللي احنا جايينه عاده بدون حج مستحيل تلقط المكان الله اعلم ان شاء الله اننا نلقط كان لنا نصيب بين القط ما لنا نصيب الحمد لله جميع الوادم خارطه ريا جميع الوادم والحمد لله نحن الله هيانا هذا هالمصك ابدا اشاره قريت عليه باسم التار والاسم التار وهذا عبدك البار اللي ينجس عن زق الفار انحرمته من الجنه لا تحرمه من النار ابدا قريت عليه وعلى طول ابوي دخلنا ابوي سلام من سلام سامحوني عاد على الكلمه اللي قبل شوي لان الكلمات ما تركب الا بهاي الكلمه معلوم انها فارطه لكن شو بسوي عاد ما يتركب البيتين ما يركبن الا اذا هاي الكلمه موجوده للاسف يعني المراد والحمد لله رب العالمين ها شوف المكان فلين عينه ولا طاوله وجميع الوادم خاري ورب العالمين هيالنا ما باي طاوله بعد اخير طاوله في المكان كله ها متحفي على الله يحفظكم المصمم فرنسي المصمم فرنسي اللي يشوف تصميم فرنسي واللي جليل من العرب يعرفون المعلومة هذه ان اول متحف تصميمه ومنذ انشاءه يكون المتحف كل المتاحف الموجودة في الكون موجودة على كان بيت كانت قصر كانت مسرح كانت اي شيء لكن مسرح اقولكم شوفوا من المدة قلت لكم شيء سالفة بخبركم بين وبين محسن سوى موضوع من ضمن المواضيع اللي يسويها هو مع علي شيء عندي موضوع بخبركم عنه ما فضيحة سالفة السوي لقينا في اسكندرية وتعرفنا ويا ريال من دول مجلس التعاون الريال ما شاء الله تتنافض من فضل شوت كهرب ترتاح شو تريع عمرك هكذا رعايه ما تذبك اسمحني عند السالفة زين تعرفنا ويا ريال الريال ابوي ما شاء الله عليه الله راهي عليه يا غير ما شاء الله عليه ابخل ما خلق الله من خلقه ابخل ما خلق الله في خلقه يعني بخله في الدنيا كله في الشخص هذا اي والله زين تمينا نصير نرمس عند مره مرتين ثلاث اربع خمس يوم عدى هاك اليوم نحن مسافرين خلاص انتهت مدتنا والريال هذاك ويا اربع في ياسين في شقيقهم يعني في حلالهم في شدي اسكندريه يقول لي عادل معزب هذا راعي المكان يقول لي خالد تحمل يجيني هذا محسن انا ابوك ما داني ما ادري شيء ولا فيه ولا لا 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 لا
نشيت قلت لمحسن انت شفته هذا الادمي؟ قال لي ما ارتحتلوش. لا تنتفض الفرحه زين. لا تجلس ابوي تبتاديهم تشوفهم ولا؟ قال انا حشوفهم منين؟ انا الحين رايح القاهره معاك ومنه، وهو ساكن في القاهره يعني وساير اسكندريه حسب يجلس وجاي كم من يوم ويرد. انزين على اساس ان الحين وين جاي؟ نحن من اسكندريه جاي بني لين وين؟ مطار مطار القاهره بيودعني بيصير له عند هلا. شو اسم فريدكم في القاهره؟ الف مسكن. الف مسكن ساكنين زين. الف مسكن المنطقه اسمها الف مسكن. اشتلينا من هاك. قال وقلت له محسن ها تحمل تشوفها في مكان في لا 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 ده بخيل، انا اروح حق واحد بخيل ومش عارف شو نتلن وما ادري شو ما. زين ما وعد توني واصل ابو ظبي، طارت للطياره من القاهره توني واصل ابو ظبي لان الرقم تليفوني رن ولان رقم التليفون الشخص هذا الفلاني اللي في القاهره في اسكندريه. ابو محمد قلت نعم شو مسوي؟ ما بضاري يهتون علي مكالمات حتى. قال لي انا ما بقول لك انا محسن هذا ما دام يجيني. قلت له ترى وين ياك؟ قال ياني بعد ما سافرت انت في نفس الوقت. شو اللي خلاك تسير له؟ وحشني. هو انا بحذر لنا قايل لنا ما وراه فايد ولا داري الارض اللي انت تمشي عليها. صار يبي ياديه يبي يشلب سلابه. هو لوموني هاي وحده من السواي هاي اللي من الصغاير انت لو تدرون بالكباير بتعيزون. لا بتشتغل امور يزود. امور الله العظيم. احمد حاط سامان عندي اليوم الصبح يوم يا الجواز واوراق وتليفونات وبيزات حاطن عندي في السيفت بوكس. اقول الحين معذر علي قوم ودروا جلستكم هاي في جلسه هالكوفي وهالجلسه الفنان على النيل ها على ما تشوفون ها هني الغها مرة جلسة فنانة رقم واحد. زين يعني ينفع نسيبها بقى ونروح لي. ومعذر علي لا أسير الحين. قلت لأبوي سامانك لاحق علي تعال باكر ترك بتينا باكر وبتشيل سامانك. قال لي أقول له ليش تجيب جوازك وسامانك؟ قال من كثر ما تطلي الحرامية وما أدري شو تروعت. قلت له أبوي ما دام الاثنين هم موجودين عندي أنا خلاص مصر بخير. ها؟ لم الحرمين من مصر. ها بس خلاص ما دام هالاثنين موجودين عندي. شرطة بالعيد بتلم الحرامية بالعيد عشان تحبسها. إيه. هو لمينا خلاص. إيه بس خلاص اتأكد ما عليك شر. طمن عليهم حاجتك عندنا. اقول لكم وايدين بيطلبوا صور من الاوليات يبون يطالعوا ايش قال كانت نمونتي. ها حطيت لكم اياها. وحده منهن سنه 83 كنت ادرس في منطقه اسمها مقاطعه ايسبون في لندن. والثاني بعد في لندن في منطقه البلتر في فل هاي اللي تشوفونها تيم ماركوز هاي في بيت في لندن منطقه البلتر. وايدين عاده من جماعتنا يعرفون هالصورة في وين؟ آلاف مؤلفة لكن من بوظبي هم اللي يعرفون بأي مكان الصورة هذه. زين لأن المكان معروف عند هالبوظبي يعني في أي مكان بيت منو. زين وصورة في وحدة في شارع أبو الفدا في مصر هاي أم البدلة. بالبدلة هذه بدلة سوداء في أبو الفدا في القاهرة الزمالك في القاهرة مصر. زين زمالك في وين؟ تنزانيا. ايش دراني بك؟ ترى في مصر. هلا انت بعد نحيس. اقول لكم وحده ثنتين واحنا وين؟ وين؟ بدلة السجن. بسم الله علي بدلة السجن ان شاء الله ملبس عليك انت الحرامي. ان شاء الله ومعيش. حرامي رئيس العصابة. نسيت والله وين؟ اربع حينهن لو خمس. وحده بكندوره من كندوره في ابو ظبي. وهنتين
في لندن وحدة مصر، بس هذا هو كله من أربع هند كانها. يلا يلا برايك برامج خلاف عادي ولا باكر عادي؟ العلم عند الله. والله في هي اقول لكم خبرت مع سالفه محسن، فيوم اقول لكم انه ما يسمع الحديث ولا يسمع الرمسه ولا يسمع الكلام ولا النصيحه ولا تدريب، ان هذا ما يندي ما تظهر من لو تبى ذنب من ذنوبه ما اعطاك ذنب بيعطيك بيزات. كيف الحين انا قايل لك لا تسير له؟ شو خلاك تسير؟ الكلام من 10 سنين. زين شو خلاك تسير؟ شو خلاك؟ وحاشني بقول الراجل عيش. ما امزح وياك. ما عرفتش راح اعمل ايه. شو احنا؟ تدريب انها ما يعطي بيزه. والتعنى وقايل لك الرجال لا يسير الارض اللي تمشي عليه. قلت قال قبل كنين. ما يسمع لك هاي وحده عاد من الدواهي. امور وايده ها؟ عاد عمي هذا سبع البرمبه. امور استوت امور بحط... ولا امر منهم الا كله خير وطيب. لا والله قلبه ابيض ما عليه وجدعنا ما عليه بنظهر الصور ما ل... 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 ليش كده؟ لا عن... هذا ضروري الصور موجوده لا ما يعتزل والله. ما تبغى لا خسر ابوي لا خسروا فندق ولا سيارته، أجروا أبوي هال لينج هذا الطراد بالكبار ما تعرف شو ها في هالعروس فوق أبوي ها يرتيب كبرة أبوي اللينج هذا يرتيب كبرة. شو البساطة تمازينها يسدك البساطة. اللهم لك الحمد الله يهنيها ان شاء الله. اقولك كل حد يروم يعيش في هالبلاد، كل حد يروم يعيش البساطة ما شي شرارته. سحرنا وعينا من الله خير، تقهوينا وشربنا العصير في هالمكان الزين ها على ما تشوفون مره علني. المكان اسمه لاتينو وهذا الرجال ابوي ما قصر، اسمه اسلام الكابتن مال هذا المكان بكبره، هو اللي ابوي جينا وسالنا عنه وقلنا والله الله فينا ظهرنا طاوله واظهر لنا اخير طاوله. يعني شوفوا احنا كل المكان هاك اللي تشوفونه من اوله لين اخره كله فل، لكن هذه الجلسه روحها مميزه داخل البحر، تشيل تقريبا 8 أو 10 طاولات. وهذا الاخ اسلام ما قصر جزاه الله خير فهمنا هالمكان. الكوفي مارك شو اسمه كوفيكم؟ لاتينو كافيه لاتينو في العجوزه اخير مكان. بارك الله فيكم، شكرا على حسن الاستضافه، سامانكم ترتيبكم كله زين جزاك الله خير بارك الله فيكم. هذا هو المكان، هذا من اولي من داخل هذا انت سايرين هنا على ما تشوفون هذا وين البحر بلاد يعني مكبره. هذا وين كنا نحن، انا بريكم حوي كنا المكان اللي كنا فيه قبل شويه. شوفوا بريكم المكان اللي كنا فيه هذا هناك تحت جلسات روحها داخل ما يخصها في المكان اللي هناك مرة على البحر. شو هاي طاولتنا وهي الحرمة المتحجبة نحن هناك مرة هاك روح مكان ما يخصها بها فهي خل حق علي. ايه رأيك؟ رأيك اكتب لي بعدك رأيك رأيك. حلوة السهرة؟ حلوة جميلة الجو جميل والهواء جميل. بعد قول ما دوختك على دوخ البارود. لا دوختني دوختنا اقولكم والله ما له ربيع ولا له صديق. قلت ابوي عاد حق علي لازم ابوي تودينا ناخذ مكان فكهه ويابنا مكان ما شاء الله الفكهه اللي عندهم ما شاء الله تبارك الرحمن. شو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كل شيء ما شاء الله ما شاء الله. هاي فواكههم كل شيء خير عن الثاني. قلنا احنا ندور عاد مكان عنده تين
وهذا المكان بالتين اللي عنده شويونه. احنا بقى صناديق كبار ونتنقل ما بيننا عاده اللي نبقى. وفي لا تحط مفعص اشوف هشرون ياها. لا والله من ايه هذا ما يعرف ينقي ولا مفعصه. لا هاي مفعوصه. لا والله المقطوعه مفتوح. زين يلا اسالي. بس حط كيلو لا تحط زياده ابوي لا تحط زياده. يا ربي يا هي دنيا عاد الهمبا همباهم عاد هذا موسمه. شو النوع المانجا عندك ايه؟ اللي انت عايزه كله موجود. انزين خبرني شو اساميه؟ دي خد الجميل. هذا خد الجميل. انزين. ودي تيمور. انزين. ودي اويس. انزين. ودي تيمور. ماشي؟ هي. ودي هندي. ايوه. بارك الله فيك. ودي هندي. ودي خضر كلامي. ها؟ ودي سكري ودي اويس زبديه. هذه زبدية وهذاك اللي هناك ولي فقر كلامي دي. شو شو اسمه تيمور عنب ويتين تين وعنب هذا التين والعنب ها شو تبى انت بكم الكيلو خوخ 25 الكيلو اخر لبناني هذا خوخ لبناني كم تبغي 7 كيلو عطى ربع كيلو ربع كيلو ربع كيلو كيلو عطى عطى الله وجهه اسمه خد الجميل اسمه ايه خد الجميل ده اسمه خد الجميل ها وانت محسن شيء تبى بعد لا عاجبك عايز مانجا انت تبغي خد جميل لو تبغي لعويس جميله شو احلى خد احلى من قويس احلى من عويس حلوه بعديها على طول كل حاجه ليها حاجه عايزين ايه مانجا اجيب لكم حاجه قد ايه مانجا عايزين قد ايه مانجا 5 كيلو ليه عشان عمو خالد اللي هيشتري ماشي حرام يدعون 3 كيلو بس يلا طب خلاص كيلو كيلو ما لا تعطي هي هي جبت اثنين كيلو وين ليه لا ياخذوا البيت يا الله حلك معدة وانا كمان بعدين اختار يا خوخ يا حالي لا مش عايز خوخ عايز مانجا علي برقوق محتاجين برقوق ايه لهم برقوق حق منو حق الاولاد ايه وتورتة دلوقتي مش عارف دلوقتي نجيب تورتة معقولة فاتح دلوقتي التورتة وجاتو الاثنين مع بعض تورته وجاتوه وبرقوق هنحط البرقوق في التورته ونطفيه كنسل كل اللي طلبوه ولا عنده تورته ها انتوا مش تورته برقوق بقى كل واحد برقوق بس ولا جاتوه لا 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 يلا عن اللعبه برقوق خلاص لا 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 طلبات محمد ما تزعلش محمد حط له حط له عشان محمد ونص يا ويلك كيلو لا تكتر كيلو 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 على صغير كيلو ها كيلو مش اكل على صغير كيلو عايز حاجه يا محسن فرصه هتقومك مش هتتكرر لا عد حساب من اول بادي مره ثانيه لا من اول من اول هي هي بسرعه عاده يلا 10 10 20 25 45 80 لا 25 162 ونص بنعطيك هذا ابوي بدال البيزات يلا شيل هذا مش عايزين الباقي لا انا هقعد على الكف هيظبطوا يا عم الو يلا خليهم على مكانهم ماشي حبيبي شكرا ما تتكررش تاني ها دي مره وخلاص والله اخذنا حنبه هم خذوا حق بي والتم انا اخذت ابوي عنب بناتي صغيرونات على البير كان سكر وخذتي خلتي خد كيلو وهذاك كيلو يوم واحد ولا بيختلف تراه زين وقوم محسن خذوا برقوق وخذوا همبه شو بعد محسن انا خدت منقبه هذا خد نمونه وحده ولا هذاك بقليب خد ثلاث نمونات ما يسد هالجنين اقول لكم مثل جهنم هل امتلأتي قالت هل بالمزيد يلا اسمحونا على خير ما يندرى كان يثير امسنا يوم وصلت بعد 4 سنين يا اخوي الحين بصك الساعه 2 انا الباحث الساعه 11 ونص انا من قبل فاكهتي انا الله يبارك فيكم ابوي السهره اليوم هو وجبنا ابوي فاكهتي الحين محسن بيوصلني لحجرتي بيتوكل
هذاك ابو غليب قال الحين ويخذنا الفاكهه قريب عن بيته هو ورخص رامنا توكلوا على الله ونحب ويه رقعت ولعنه خاطئ ما زيد شبريه الحين الا تلحلح محسن قال والله اعطني الكرت حق يوم باكر بيك ايك سيده انا لما اوصل ما يرضوش يدخلوني لا هي غير اي حجرتي ما قط ولا حاثر ولا داثر فيها تبغى ماشي انت قلك الله يروم يم من منك ابو كريدي صار يجري ولي يدي صار يجري ولي نعم هنا انت كنت نايم من داخل وقفلت رايح النوم اللي هو